نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة، مع العلم أن هذا المرض غير خطير ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات؟ إذا كان يمكن أن تعالج المرأة أو أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها، لا سيما في المسائل التي تكون من العورة، وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة. وإذا كان ثمة امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل، ولا يجوز للرجل أيضا أن يستقبل من النساء ما يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك، إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة. فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب. المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال، والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفيه في المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال. لا. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة دقيقة. نعم. وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة، ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل لأن هذا حاجة.